اليوم رح نحكي عن الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الخمسة، وهي الوصول المالي إلى الخدمات، التعليم والصحة. أول ما نسأل الأهل بلبنان شو هي الأولويات لكم بظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، بيقولوا الصحة والتعليم، أهم شيء أولادنا يتعلموا ويتعالجوا، وخصوصاً بعد ما فقدنا جزء كبير مما يسمى الطبقة الوسطى يلي خسروا قيمة معاشاتهم بسبب تدهور الليرة. انطلاقاً من حقوق الناس الأساسية، هدف هالركيزة مقسوم لقسمين: الوصول المالي إلى الصحة من جهة وإلى التعليم من جهة أخرى. والمنطق بيقول إنه إدراج الوصول المالي إلى الخدمات ضمن استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية هو أساس واضح بالوقت يلي عم بتساهم فيه المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي بدعم الأسر اقتصادياً. يجب أن تظل الخدمات الأساسية بحكم تعريفها متاحة للجميع بشكل منصف ومتساوي. وبالنسبة للوصول المالي إلى التعليم، وعلى الرغم من أنه توفير التعليم الأساسي مجاني بلبنان، إلا أنه أعلى معدلات التسرب المدرسي تسجل في صفوف أدنى الفئات الاجتماعية الاقتصادية. والسبب الأكثر شيوعاً يلي يعطى لتبرير هالواقع هو التكلفة المباشرة وغير المباشرة. لذلك يهدف هذا المكون من الركيزة إلى ضمان توفر القدرة المالية للأسر من أجل إيصال جميع الأطفال إلى التعليم، إيصال جميع الأطفال إلى التعليم. بيتطلب هالأمر خفض أو إلغاء التكاليف المباشرة للتعليم مثل الأقساط، وخفض التكاليف غير المباشرة مثل التكاليف المتعلقة بالكتب واللوازم المدرسية والنقل. وتقترح الركيزة أن يكون التعليم النوع الشامل متاح مالياً لجميع التلاميذ بالتعليم الأساسي بما في ذلك القطاع غير الرسمي، مع إلاء اهتمام خاص للفئات المهمشة والبحث بالإعفاء من الرسوم الدراسية بالمرحلة الثانوية في إطار التعليم والتدريب بالمجال التقني والمهني. أما بالنسبة للوصول المالي إلى الحماية الصحية الاجتماعية، بيهدف هالمكون إلى إرساء نظام موحد بيوفر مستوى ملائم وكافي من التغطية، انطلاقاً من أن الصحة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية. والاقتراح بنص أنه تكون تغطية تكاليف الرعاية الصحية مؤمنة لجميع اللبنانيين والمقيمين الدائمين بمختلف مراحل الحياة، مع التركيز بوجه خاص على الفئات المهمشة من السكان بما في ذلك الأطفال والنساء والمراهقات والذوي الإعاقة وكبار السن من غير المؤمنين. بتوفر الحماية المالية الملائمة على مختلف مستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثة والرابعة والخامسة وإلى آخره الخدمات الأساسية، بحيث بتضمن تغطية فعالة وكافية على أساس الإنصاف والتضامن. وكمان بتهدف لوضع نظام مؤسسي وتمويلي وإداري مبسط للوصول إلى الحماية الصحية الاجتماعية.